بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب في كلية العلوم قسم الأحياء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنتكلم في مقرر الأحياء الكورداتا، وبنتكلم في طائفة البرمائيات أو الأمفيبيا. أنا عندي شعبة الحبليات اللي هي الكورداتا، وعندي شعيبة الفقريات أو الفرتبراتا، وسوبر كلاس قلنا الجناسيستوماتا اللي هي فوق طائفة الفكيات، ومجموعة اللا رحليات طبعا اللي هي البرمائيات والأسماك. فالبرمائيات تعتبر من اللا رحليات اللي هي أن أمنيوتا. الكلاس اللي بنتكلم عليه زي ما قلنا الأمفيبيا أو طائفة البرمائيات. أوردر أينيورا، رتبة اللا ذيليات، بنتكلم على البوفو ريجولاريس لا ماكيوليتد تود أو الضفدعة الرقطاء. الرقطاء معناه إن هي فيها بقع نقط كده، زي ما انت شايف كده لون جلدها ليس درجة واحدة، لكن في أجزاء داكنة وأجزاء فاتحة، ولذلك بيسموها الرقطاء. النهاردة بنتكلم على الدايجستيف سيستم، الجهاز الهضمي. تبدأ طبعا القولون الهضمية في أي كائن بفتحة الفم، ويحيط بها فكين نصف دائريين، واحنا قلنا دي من ذوات الفكوك. تؤدي فتحة الفم إلى تجويف، هذا التجويف يسمى تجويف الفمي البلعومي أو البوكوفارينجيال كافيتي، وهو مبطن طبعا بغشاء مخاطي زي أي تجويف فم. يفرز مادة مخاطية لتسهيل طبعا عملية الابتلاع. اللسان في الضفادع أو البرمائيات بيبقى عكس مثلا الإنسان، فهو مثبت من الأمام وسائب من الإيه الخلف طبعا. ليه؟ ويغطيه طبعا إفراز مخاطي لزج أكتر طبعا، علشان لما ينطلق اللسان سريعا للخارج يلتقط به الايه الفريسة، وطبعا يسحبها الى داخل التجويف الفمي البلعومي لانها تتغذى على الحشرات الموجودة في سواء كانت على الاشجار او في الهواء. بعد التجويف الفمي طبعا، بعد الفم في اي كائن لازم يبقى بعد الفم في المريء. المريء هنا بيبقى انبوبة مرنة طويلة برضه زي اي كائن حتى في الثدييات كده، لكنه قابل للايه للاتساع هنا. ليه؟ طبعا اقول لك مساعد على ابتلاع الحشرات الكبيره. في جدار عضلي يساعد على دفع المواد الغذائيه الى المعده، وعن طريق الحركه الدوديه للعضلات، واي بيسموها البريستاليزيس او الحركه الدوديه للمريء، ده تبدا الحركه الدوديه في الايه في المريء عشان ترفع الايه الكائنات او اللي هي الحيوانات اللي ابتلاعها الايه الضوء الضفدعة إلى الإيه إلى المعدة. بعد كده نلاقي المعدة كمثرية الشكل، ولها القدرة على الاتساع طبعا، ويساعدها على استيعاب كمية كبيرة من الطعام. الجزء الأمامي منها للمعدة متسع ويسموه الجزء الفؤادي زي أي معدة، يسموه كاردياك بورشن. الجزء الخلفي للمعدة ضيق ويسمى الجزء الإيه البوابي أو البايلوريك بورشن، يبقى كاردياك وبايلوريك. عند الطرف الخلفي للمعدة زي أي معدة برضو هتلاقي فيه ما يعرف مجازا نقول عليه صمام، اسمه صمام البوابي أو بيسموه البايلوريك سفنكتر، العضلات العاصرة البوابي. وطبعا في أي معدة هتلاقي فيه عضلات عاصرة في بدايتها وفي عضلات عاصرة في نهايتها. طبعا ده علشان دي حلقة من اللي هي مجازا بنقول صمام، فوظيفته فقط إنه يسمح دايما في اتجاه واحد إلا في حالات اللي هي الغير طبيعية. عضلات عصير، عضلات ملساء، عصا دائرية، بتبقى بتشكل لك كده زي إيه حلقة بيسموها عضلات عصيرة. إذا كانت موجودة في الأمام يبقى بوابية قلبية، وإذا كانت في النهاية بتبقى الصمام البوابي أو الإيه الخلف المعدة. طبعا كل ده بيسمح بإيه إن الطعام يفضل في المعدة فترة، ويسمح له إن هو يمر إلى الأمعاء، ويمنع رجوعه طبعا ايه مرة أخرى إلى المعدة. المعدة هي الأساسي في عملية التخزين، كما تقوم بعملية ايه هضم جزء للبروتينات لأن وسطها حامضي. ده شكل مبسط كده يوضح لك ده تجويف الفم وده تجويف الفم البلعومي. بعد كده تلاقي فيه المريء المتسع شوية، وبعد كده يدخل فيه المعدة. المعدة زي ما قلنا جزئين، المعدة الفؤادية والمعدة البوابية الكاردك بورشن بالوريك بورشن. بعد المعدة تلاقي زي ما قلت لك في الصمام مجازا بنقول عليه البالوريك سفنكتر، وبعدين في الاس 12 طبعا هو ديرينم، وده طبعا زي اي قناة هضمية.
بعد كده تلاقي بعد الديودينم هتلاقي فيه السمول انتستين او اللي هو طبعا منها الديودينم، هتلاقي فيه اللافائفي اللي هو الاليوم. وطبعا اللافائفي بيبقى ملتف وشكله ثابت لان فيه غشاء الميزنتريز او المسارقة. بعد السمول انتستين هيبقى فيه اللارج انتستين اللي هو متمثلة في اللارج انتستين اللي هو في الريكتوم المستقيم. في نهاية المستقيم هتلاقي فيه جزء صغير اسمه الكلواكا او المزرق او المجمع اللي بيفتح فيه الكواكل ابريتشر او فتحة المجمع، بيسموه كلواكل. طالما قلنا كلواكا يبقى على طول هيبقى فيه اتحاد ما بين نهاية الجهاز التناسلي والبولي والجهاز الهضمي. بعد كده تلاقي فيه الغدد، والغدد عندك هتلاقي فيه الكبد وفصين، فص ايمن وفص ايسر عبارة عن فصين متصلين مع بعض بالازماس اوف ليفر او برزخ الكبد. هتلاقي فيه جول بلادر الحوصلة الصفراوية، والحوصلة الصفراوية يطلع منها قناة، القناة دي مرة في البنكرياس ويبقى فيه فتحة لقناة مشتركة مع بعضها بيسموها الهيباتو بنكرياتيك داكت، القناة الكبدية البنكرياسية اللي بتصب الإيه الفرازات العصارة البنكرياسية والكبدية في الاثنا عشر. بعد كده ممكن تلاقي فيه الطحال. أي جهاز هضمي في الدنيا لما تيجي ترفع المعدة بس كده لأعلى تلاقي تحتيها على طول الإيه السبلين أو الطحال في أي كان. نواصل الكلام، وده برضو ده الكبد أهو، الفص الأيسر عبارة عن فصين وده الأيمن فص واحد، والجزء ده بتاع المعدة بالشكل ده الاستومك، وده الجزء الصغير اللي هنا هتلاقيه اللي هو البنكرياس. برضو شكل تاني يوضح لك ان فيه هنا الاسبلين وهنا اجسام فات بودز، ده في الجهاز الهضمي التناسلي، ده في اللارج انتستين وفي السمول انتستين، ده الريكتم وده الاليوم. زي ما انتم شايفين ده جزء اللي هو الميزنتريز اللي هو طبعا دايما بيحافظ على ان يبقى شكل الامعاء متصلة مع بعضها وملتفة مع بعضها. نفس الكلام بعد المعدة زي ما قلنا هيبقى فيه الأمعاء الإيه الدقيقة. والأمعاء الدقيقة في أي كائن تبدأ بالإثنى عشر الديودينم، وعبارة عن أنبوبة قصيرة تمتد موازية للمعدة وتكون معها الثانية على شكل حرف اليو زي الشكل الرسم ده مع ده كده تلاقيه شكل حرف اليو. طيب بقية الأمعاء طبعا هتبقى بقى اللفائف، يبقى اثنا عشر بعدين اللفائف وأنبوبة طويلة ملتفة وترتبط مع بعضها البعض زي ما قلنا بالميزنتريز أو المساريقة. وعلى جدار اللفائف الداخلي على العديد من الثنائيات، برضو ده موجود في كل الكائنات اللي هي تتوارد، عندك الخملات أو الفيلاي، وطبعا بتزيد سطح الامتصاص وتزيد سطح طبعا الإيه الهضم وتسمح إن الطعام يفضل فترة موجود ويتعرض لعملية امتصاص. بعد اللافائفي هنلاقي فيه الأمعاء الغليظة، والأمعاء الغليظة في الريكتم المستقيم أنبوبة كبيرة متسعة تنتهي طبعا زي ما قلنا بالمزرق أو الإيه الكلواكة أو المجمع، وغرفة هي غرفة عضلية تفتح فيها قنوات البولية والتناسلية علشان ده مدمج ما بين نهاية القرنية الهضمية والجهاز البولي والتناسلي، ويفتح فيه المجمع في الخارج بفتحة الإيه المجمع. الغدد الهضمية اللي هي الجاستريك جلاندس أو الدايجستيف جلاندس هيبقى في الكبد، وطبعا ده في عبارة عن فصين نربطهما البربخ أو البرزخ، يفرز العصارة الصفراوية. طبعا هو معروف إن الكبد هو اللي بيفرز العصارة الصفراوية، لكن الزيادة منها تخزن في الحويصلة الصفراوية وتخرج العصارة الصفراوية في المجرى الصفراوي على امتداد البنكرياس. البنكرياس ما بين المعدة والاثنى عشر موجود، وعبارة عن ايه جيوب صغيرة مع بعضها البعض يخرج من البنكرياس المجرى البنكرياسي الذي يفتح طبعا فين في المجرى الصفراوي. اتحاد المجرى الصفراوي مع المجرى الكبدي اللي يسمى المجرى الكبدي البنكرياسي هيباتو بنكرياتيك داكت، ينقل العصارة الصفراوية زي ما قلنا والعصارة البنكرياسية ويفتح فيه الجزء الأمامي من الاثنى عشر لإتمام عملية الهضم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.